اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها ولا أجر صيامها ولا أجر قيامها. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة رحمة وغفرانا واجعل لنا في الجنة مقاما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن عتقت رقابهم وتقبلت صيامهم وقيامهم. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا واجعلني عند والدي مرضيا. اللهم سخر لي كل ما أريد ولو كان في نظري مستحيل ولكنني أعلم أنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي ولا تجازيني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني. اللهم اجعلني في هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا بالعافية. اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا وحيثنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا.